بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Math grade 9, algebra 1. We are in module 1, lesson 1, numerical expressions. I want from all students to open your notebook, please. Then write extra practice numerical expressions. خلينا ايه في سؤال ما خلينا صح؟ هو الباشر تمام لا بس ايه بس اكتب انت العنوان بالاول اكسترا براكتس نوميريكال اكسبريشنز اللي كاتب بس يكتب العنوان، إذا كاتب أنت الواجب على الدفتر اكتب بس العنوان فوق extra practice numerical expressions. عيسى عبد الله عيسى طب هنا في سالم حداد تعال سلام 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 حق الإنجليزي بس بس العربي أنا ما طيب كتبنا العنوان شو اكتب العنوان extra practice numerical expressions طيب. Write this question, evaluate each expression. And start to solve number 12, please. Number 12. بتصلح اذا مكتوب عندك على الدفتر بتصلح معي بس ما اللي مو مكتوب اللي بيكتب معي نون كالكوليتر what the meaning of 5 to the power 4 5 times 5 times 5 times 5 طيب some students 5 to the power 4 equal 5 times 4. Is it correct or not? No. No. This is not correct. And if you have a question about the placement or the diagnostic test, it's similar to this, most of the students are like this. Now, if you remember, there was a question about it, can V plus B plus B plus B plus B. Now, what you call a plus, الإجابة شو لازم تكون 5B أغلبية الناس مختارة V to the power 5 غلط إمتى بختار V to the power 5 لو كانت multiply بيناتهم لو كانت V times V times V times V times V في هاي الحالة هون أنا بختار V to the power 5 أما إذا كان بيناتهم بلس شو بختار 5 times V أو 5V عرفنا شو الفرق بيناتهم؟ نفس الكونفرشن في 5 و 5 في نفس الشيء؟ لا عم نقول لما نكتب 5 في بالمات غير في 5 الفي 5 هي رمز هي رمز للفي في في 1 في 2 في 3 في 4 تمام؟ مثل ما نقول الجبرا 1 الجبرا 2 رمز اما لما نقول 5 في يعني هي 5 تايمز في يعني الفايف مجموعة
أو add to itself five times. مستر يوم تلاتة واحد. عرفنا شو شو الفرق بيناتهم؟ طيب هلا كيف بدنا نحسبها يدويا؟ five times five 25. 25 times 5, 125. 125 times 5, 125. أو على الكالكوليتر. زين؟ تمام. Now I want to from all to solve number 13. Write number 13. سعادة صالح الدرس. لا أنت لا تستعمل الأخبار، استعمل الأخبار فقط للعناوين. فقط للتايتل للعنوان. الرغي القلم الاحمر نستعمله فقط للعنوان، اما انت لا تستعمله بالكتابه لانه انا بتصلح فيه، واضح؟ نعم. زين هيك؟ كمان؟ كبر كمان؟ لا طلع بس عادي يرسم بالاحمر المساعد للرسم للعنوان معلش بس كتابه لا تكتب بالاحمر، الاحمر انا بدي اصلح فيه. زين؟ يعني مثلا لو رسمت يعني نكتب تعريف نحل بالاحمر لا، اما عنوان عنوان بالاحمر معلش استخدمت بالرسم احمر معلش بس في كتابي بقلب الدفعه حاول بالازرق. Who can solve number 13? تعال عندي منصور علي. كيف حالك؟ number 13. تو عندك على البورد كله. بعد كده طالع كده. هيك يا هزاع كيف حالك؟ طيب منصور لك الأولوية وفي عندك بور في ماينس في دبي حسب تنفيذ العمليات الأولى كونفليكشن مين لازم يساوي هو تيم؟ إيه سمونا صح؟ يعني 7 to the power، إيش يعني 7 to the power؟ يعني 7 كم مرة مطلوبة؟ فردي، طيب 7 times 7 7 7 7 49 إذا انتو هون جيب ورد 49 49 طيب 9 divided by 3 59 30 يجب ان نضربه بثلاثة يعطيه الصمت. طلع لا تضرب ثلاثة شو العملية اسمها تضربيشن مايك صح؟ هذا 49 ناقص ثلاثة. تمام ايكوال. طيب listen to me please.
So four to the power two or four, sorry, seven to the power two or seven exponent two means seven times seven means 49. Minus 9 divided by 3 will be 3. And 49 minus 3 will be 46. Okay? Tamam? Tamam. ليش ما سوينا 49 minus 9؟ تمام، زين سؤال حلو، ليش لما حسبنا هيك 49؟ ليش ما سويت 4 49 ناقص 9؟ الأولوية اللي طبعا القسمة، القسمة أقوى من الـ minus، زين؟ الأولوية القسمة الـ divide، سوي الـ divide بالأول، سوي هي الأول، بعدين بنسوي شو؟ الـ minus. يعني ممكن تستغل 49 ضرب 3 كم؟ ماينس 49 ناقص 3 46 تمام؟ اوكي توصل لهنا هلا شوفي علميا ما بصير حط البوينت بين رقمين، حطه بين حرف ورقم تمام، بس الامريكان هيك بيستخدموه، حطوا بين الرقم بوينت بين رقمين يعني ضرب، بس هي قد تفهم احيانا انه مو ضرب، قد تفهم انه بوينت، بس هون تسلم ايوه، بس هون المقصود فيها ضرب، بس نحن بنتعلم بين حرفين ما بنحط بوينت، نحط اشاره ضرب تمام. سعيد ايش اسمك؟ يا دام الكل سعيد. طيب يا سعيد شو عندك عن الرياضة؟ بس شو عندك عمليات في ديفاي في ماينس في ضد في ماينس صح؟ طيب لمين الاولويات؟ التقسيم يا سلام. طيب 42 تقسيم 2 ليش بنستخدم الفرق؟ يعني قلت بس الاثنين واربعين تقسيم اثنين 21 صح 21 شو هو 21 21 ماينس 3 تايمز 1 هلا عندك ماينس وعندك ملتيبلاي مين اقوى؟ الملتيبلاي كان شو هو 21 ماينس طيب تاخذ مره اربعه 12 طيب اذا سعيد سعيد said the order of operations here for divide 42 divided by 2 will be 21 minus then 3 times 4 will be 12 and 21 minus 12 will be 9 who can solve number 15 طيب هلا بدي واحد يحل ويشرح مو بس يحل يعني يشرح لرفقاته شو ساوينا I want one hero student to solve and explain to
to the students who can. Yes, Sultan. إذا بدك مساح البورد بالأول بعدين فودر. هاي ال. حمد الله. I want to put the score in the whole thing about the operation. Then let the score. Sultan, now, Felicia, listen to him. And if you have any question, ask him, okay? And whoever is in here. Have it. That. Thank you. Three times three now. Then we use the second because the second of the topic. After 10 times now it's not the topic. After this time's point, that would be the test. And 30, 90 divided by 30. No. Three. Who has any question about this exercise? Can I ask the teacher? Okay. Sultan said, here we have fraction. Must to do the operation. Up in the numerator, then down in the denominator. So write equal. Then up, as you see here, we have parentheses. So the order for the operations inside the parentheses. So we write here 10. Then inside the parentheses, we have minus and we have power. The order for the power. So we can write here 18 minus. What's the meaning of 3 to the power 2? 3 times 3. 3 times 3 means 9. And down here in the denominator, we have 6 times 5 means 30. So here 10, and inside the parenthesis 18 minus 9 will be 9 over 30. So 10 times 9, 90, divide by 30, equal 3. Okay, Milad, انت جاهز حالك رح تشرح رقم 18. 18. يلا فلاح. الآن جهز حالك 17.
A. No? A. Yes. A minus 3 plus 1, 6 times square root of principal. في حدا عنده سؤال كتاب؟ So, Fala said, the order here to the operations inside the parentheses. So we can write 6 multiply between parentheses. As you see, we have divide and we have minus or subtraction. The order for what? For the divide. So 32 divided by 4 will be 8 minus 3. Then 8 minus 3 will be 5. So 6 times 5 would be 10. Thank you, Farah. Okay, Talal. The mafi masah hamsah al adma and that's the Talal al Kaabi ila sah. And it would be a problem. 4 times 5 is equal to 20. Then it plus 8 plus 20 is equal to 28. 5.7 is equal to 4. Excellent, thank you for that. Of course, any questions? Okay, Talal said in this exercise, the operation for the order of operations for the operations inside the parentheses. So inside the parentheses, we have power, we have addition, and we have multiplication. So the order for the power, what's the meaning of 2 exponent 3? Means 2 times 2 times 2. 2 times 2, 4 times 2 will be 8. So write here 8 plus, then 4 times 5, 20. Then divide by 7. Then continue inside the parentheses. 8 plus 20 will be 28. Divide by 7. So 28 divided by 7 will be 4. Thank you.
ثاني كبيرة. What was the next question? Send me all something. Yeah. Fine. I would explain this song here. Listen, please. Milad said the order of operations for the parentheses. But I can do here in this example, I can do the power and the parentheses at the same time. So what's the meaning of four, five to the power four means five times five times five times five means 625. So we can write here equal 625. Then minus 10 multiply between parentheses. Inside the parentheses, we have here fractions means divide, and we have subtraction. So the order for the fraction. In the numerator, we have multiply and we have add, the order for the multiply. So 2 times 4 will be 8 plus 7. And then we have 5.
So we can write 625 times 10 times between parentheses, we have 23 times 8 plus 7, 15. 15 divided by 5 will be 3. So rewrite 625 minus 10. And between parentheses here, 23 minus 3 will be 20, means 10 times 20. So 625 minus 10 times 20 will be 200. And 625 minus 200 will be 420. So thank you for your listening. We will continue inshallah in the next video. Thank you.